السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما كتشوفوا حنا جينا لمدينة تيزنيت اللي بعيدة على اكادير غير بتسعين كيلومتر، ونمشي وجميع نكتشفوا هذه المدينة الرائعة تيزنيت عاصمة الفضة. في الفيديو اليوم غادي نحاول نشارك معكم بعض الاماكن اللي تقدروا تزوروهم وانتم في مدينة تيزنيت واللي معروفة بهم المدينة. وركن الامازيغ تاو ان شاء الله مازال غنشاركو معكم في القناه، ما بغيتش نحطو لكم هنايا في الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، ونفس الشيء بالنسبه للعين الزرقاء. Thank you.
وهكذا كان الفيديو اليوم، نتمنى يكون عجبكم، وما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة إذا مازال ما اشتركتيش، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.